كاتشب عنده؟ شو السالفة؟ حب من كاتشب اشتري له علبة كبيرة. السلام عليكم، اهلا فيكم في فلوق جديد. اليوم اي يوم؟ السبت. شنو بعدون الادرس؟ كنت مقرر ان الساعة 2 بروح المكتبة اذاكر، بس اللي بذاكر معاه اعتذر ان اليوم النادي السعودي بيسوي اليوم الوطني، بيروح يحضر اليوم الوطني. انا ما اتوقع اقدر احضر لانه يوم الجمعه الجاي اكزام كالك، ويوم الثلاثاء عندي كوز في اللاب للسيركت 1، وعندي ثلاث واجبات للسيركت 1 وواجبين للفيزيكس برضو، فلازم اخلصهم كلهم. طالعين بروح اقضي شوي البيت، بروح للمارت، يمكن يمدين نروح كاسكو، ثاني برجع البيت وابدا اذاكر. بيكون الفلوق هذا بس تقضية للبيت. يلا نبدأ. هذا افضل شيء انك تتسوق وتغير زيت سيارتك في نفس الوقت. كذا خلصنا تغيير الزيت وتسوقنا في المارت، الحين بنروح كاسكو. يلا تحتار تلبس النظاره ولا تطلع الشمس شوي شوي تغيب. الحين الساعة 6:17 عندنا، بخش السكن الحين بحل واجباتي علشان يوم الأحد أبدأ بس مذاكرة. ففي نهاية الفلوق لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتركوا تعليقاتكم تحت، والسلام عليكم.